السلام عليكم، كيف حال شباب؟ اليوم مقطعنا راح يكون عن بيلي ايليش. اخيرا انضمت الى عالم فورتنايت وراح تكون موجوده بطور الاحتفال. طبعا طور الاحتفال زي ما بتعرفوا انه كل فتره في موسم معين، وكل موسم بيضيفوا مغني معين. اول مغني كان ويكند، والثاني كان ليدي جاجا، وعملوا لها باتل باس مجاني مصغر. فالان راح يجي الدور على المغنيه بيلي ايليش، فكل هاي التفاصيل راح اتكلم عنها بمقطع اليوم. فقبل البداية لايك، اشتراك، تفعيل زر الجرس، كود الشوب YZYDD. Let's go. طيب بيلي ايليش راح يسوي لها باتل باس مجاني مصغر، راح يكون في جوائز مجانية وراح يكون في جوائز مدفوعة، نفس موضوع ليدي جاجا. شايفين كيف؟ شو اللي اثبت لنا هذا الكلام؟ المقطع اللي نزلته امس او قبل يومين اتوقع، لازم انك تحضره لانه في الصورة هاي اللي قدامكم، هاي جميع خطط فورتنايت تسربت من الان الى نهاية السنة. اتكلمت بالتفصيل شو راح يصير كل شهر، كل موسم، وكل موسم عن ايش، المواسم القادمة والافكار القادمة كلها تسربت من المقطع اللي نزلته قبل يومين، فرابطه بكون بالوصف وبالتعليق المثبت، ضروري انك تشوفه لانه جدا مهم. فبالصورة كمان ذكرين انه المغني الثاني راح يكون بيلي ايليش، فعليا تم اثبات هذا الاشي، فمعنى الكلام انه هاي الصورة طلعت كلها صح، وتسريب السنة كامل كمان راح يكون صح. فالمقطع رابطه بالتعليق المثبت. خلينا نكمل. فبيلي ايليش راح يصير معها الان، راح يضيفوها اتوقع مع تحديث اليوم، ممكن ينزل باتل باس مجاني تاعها اليوم او ممكن ياخروا لبعد فتره، يعني يا اليوم راح ينزل باتل باس مجاني يا بعد فتره. بالاول راح يسوي له اكثر من سكن، في سكن لها تسرب، شايفين كيف هي واقفه بتغني، هيك راح يكون سكنها بالشكل الاول، يعني ممكن يكون لها شكل ثاني لانه ويكند كان له اكثر من شكل، وليدي جاجا اكثر من شكل، اجباري يسوي اكثر من شكل. ليش؟ اول سكن بحطوه في الباتل باس المجاني المصغر، والسكن الثاني بيكون مختلف بس لها يعني، بس شكل ثاني، بحطوه في الايتم شوب ومعاه اغراض ثانيه غير الباتل باس المجاني المصغر. فراح نشوف بكره نسختين من بيلي ايليش او ثلاث حسب فورتنايت كيف بتعمل. راح يكون في الباتل باس المجاني في جوائز مجانيه، وعن طريق اكمال التحديات بتفتح الجوائز المجانيه. وهي الاربع اغاني الاوليه راح يضيفوها مع تحديث بكره اتوقع في الطور او تحديث اليوم. فهي كل المعلومات اللي بتخص بيلي ايليش راح تنضاف الى اللعبه اليوم ان شاء الله مع التحديث. فبس بالنهايه لا تنسى تتابع المقطع اللي نزلته قبل يومين، كان جدا مهم، رابطه بالتعليق المثبت، لايك، اشتراك، تفعيل زر الجرس، كود الشوب YZYDD. مع السلامه.